يا مساء الفل على كل مشاهدين برنامج مصر الجديدة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مصر الجديدة. زي ما عودناكم كل مرة عندنا أفكار جديدة وعندنا حاجات جديدة بتفيد كل واحد في بيته قاعد في بيته كمواطن مصري. طبعا أنا المفروض أن بعمل المقدمة بتاعتي وبنتكلم في مواضيع، بس أنا لقيت أن الموضوع ده مهم جدا ولازم أعمل بيه دخلة البرنامج ذات نفسها، المية ذات نفسها، فكرة المية المتفلترة أو المية المعدنية. في ناس كتيرة بقت بتستعمل المياه المعدنية الفترات اللي فاتت دي بكميات كتيرة قوي، وفي ناس مش قد ان هي تقدر تشتري مياه معدنية في بيتها او برا. طبعا كل واحد بيبقى عنده يعتبر زي ما بيقولوا كده اللي هو ايه، بالبلدي حصيرته بتبقى ضيقة شوية، فمش معقولة كل شوية يشتري ازازة مياه معدنية او مثلا زي حاجة زي جالون المياه المعدنية في البيت عنده عشان يقدر يشرب مياه كويسة. طبعا في مياه كويسة بس في اماكن بيبقى فيها مشاكل في المواسير او ايا كان. فحبينا ندور على الموضوع الفترة اللي فاتت دي من كذا يوم كده او من حلقات فاتت، اتكلمنا عن الفلاتر، فلاتر المية، بس الموضوع ابتدى معنا يتطور، لقينا ان في مراحل جديدة في يعتبر في مجال الفلاتر ذات نفسه مش موجود في مصر منه كتير، بس موجود في شركات معينة من ضمنهم شركة ووتر جروب. المهندس احمد حسين، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. فهمنا كده بقى فكرة يعني الفلتر اللي انا اعرفه انه 3 مراحل 4 مراحل او 5 مراحل بالكتير. في انت عندك فلتر 7 مراحل وكمان في حاجة كمان يعني ده بخزان معمول بفكرة خزان، فهمها لنا كده الاول. هو في نوعين من الفلاتر موجودين عندنا، فلتر 7 مراحل من غير خزان وفلتر 7 مراحل بخزان. ايه من خير خزان وعباره عن ايه يعتبر؟ هو الاثنين فلاتر، ده بينقي ويعقم الميه، ده بينقي ويعقم ويعالج. الفرق بين الاثنين ده في معالجه ده ما فيهوش. طب بيعالج الميه ازاي؟ بيعالج الميه ازاي؟ هي الفكره كلها نفس الشمعات اللي موجوده في الجهاز دوت، هي اللي موجوده في الجهاز ده بتزيد مرحله واحده حاجه اسمها الممبرين او وحده المعالجه. وحده المعالجه اللي هي اللي بتبقى موجوده في اللي يعتبر في اللي هي محطات الميه ذات نفسها. بالظبط كده، بيستخدموها في وحدات الغسيل الكلوي، دي حاجه اسمها ممبرين او وحده الار او، ده نبات اسمه السلوز ملفوف وبرر 10000 لفه عشوائيه، ده بيعمل عمليه صنفره لذرات الملح ويرجعها لشكلها الطبيعي. هو بيقوم بمعالجه الميه وبيودي الميه النقيه او الميه المعالجه دي للخزان، وده في كمان خزان ميه، في خزان خزان عشان وقت المعالجه دي النفاذيه بتاعتها 1/10 من المايكرون. ايه؟ 1/10 من المايكرون. فالميه مش هتعدي منها الا بضغط قوي. تمام. فعشان وجود الوحده دي اضطرينا ان احنا نحط حاجه اسمها موتور، ده بيدفع المايه داخل الممبرين، وخزان عشان ما نقعدش نستنى كوبايه المايه تملى، لان احنا لو قعدنا نستنى كوبايه المايه تملى هنقعد يعني مثلا ربع ساعه نستناها تملى عشان خاطر الوحده المعالجات الكامله دي كلها. النفاذيه بتاعتها قليله جدا، المايه مش بتعدي منها الا بدفع قوي. فلو احنا استنينا المايه تعدي منها هتاخد وقت كبير. فبالتالي احنا عاملين موتور وخزان عشان نخزن دي الوحدة. الوحده اللي هو دلوقتي الكاميرا جايبها دلوقتي، الوحده اللي هي السودا دي، لا اللي هي الوحده دي اللي وراها، اللي وراها ده الماتور اللي هو بيدفع المايه داخل الممبرين، ده الماتور اللي بيدفع المايه داخلها. بالظبط كده. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم كده في فكره المايه الفتره اللي فاتت. طبعا في اماكن كتيره جدا تبقى فيها مشاكل في المواسير. طبعا. طيب انتوا بقى الافكار بتاعتكم ان انت خليتك ان انت تخش في المجال اصلا بتاع الفلاتر ده، طيب. كنتوا بتعالجوها ازاي وطريقتكم عامله ازاي الفتره اللي فاتت؟ هي الفكره كلها اللي احنا عندنا المناطق الشعبيه تقريبا 3/4 المواسير بتاعتها اللي هي القديمه جدا، اللي هي الزهر. الزهر بالظبط كده. فهي بتتعرض للصدى وبتتعرض اللي هي بتعمل بكتيريا، لو مع الشمس والميه الموجوده فيها بتعمل بكتيريا وفطريات وصدى كمان. وصدى طبعا. طبعا الميه البيضاء اللي هي اللي بتنزل ساعات بتبقى نازله ساعات من الحنفيه اللي هي بتبقى فيها ميه كده لونها ابيض كده. المعكره دي بالظبط كده، دي بتتعالج خالص، بتنزل ميه بيور 100%. ميه بيور 100%. بالظبط. طيب فهمنا بقى اللي على الشمال ده كده اللي هو المعالج، هو ده مش معالج؟ لا ده مش معالج، ده بينقي ويعقم بس. طب قول لي كده المراحل بتاعته. المراحل بتاعته هي المرحله الاولى حاجه اسمها بولي بروبلين، دي شمعة من البولي بروبلين نفاذيتها 5 مايكرون. لا ما دوا كده بقى يعني عايزين ايه نفهم الكلام، يعني اسمها ايه؟ بولي بروبلين. بولي بروبلين ماشي، دي نفاذيتها 5 مايكرون. دي بتعمل عمليه فصل للشوائب الموجوده في الميه. اي شوائب موجوده في الميه، اتربه، دي بتعمل عمليه فصل ليها، بتفصلها. هي بتلف حوالين منها كده يعني؟ لا هي لا دي بتخش جواها. بتطلع الميه حتى هي بعد يومين بالظبط من التركيب بتبقى سوداء عشان ماشي بتبان من المواسير. بعد يومين بالظبط. تمام. وبعدين المرحله الثانيه حاجه اسمها حبيبات كربون نشط. ده بتعمل عمليه فصل للغازات الموجوده في الميه، زي بقى ايه، زي غاز الكلور، زي غاز الفلور، الغازات الموجوده في الميه بنعمل عمليه فصل ليها عن طريق حاجه اسمها حبيبات كربون نشط. حبيبات كربون نشط. بالظبط كده. فهي بتفصل الغازات اللي موجوده دي. بالظبط كده. ماشي، المرحله الثالثه. المرحله الثالثه ده حاجه اسمها بلوك كربون معدم النفاذيه، يعني ما فيهوش نفاذيه اصلا. يعني ايه؟ فاهم. يعني هو بلوك كربون. كربون، الكربون اللي هو بيستخدم لو مثلا حضرتك يبقى عندك مثلا ريحه في الميه.
او في ريحه مثلا في الثلاجه او كده، بنحط حته كربون بتشيل الريحه. ده حقيقي، فمعروف عن الكربون ده اللي هي الفحم. بالظبط كده، صح كده. بس طبعا ده فحم معالج. اه، في ناس يحطوا فحم كده، فبس ده كربون. بالظبط كده، ده كربون بيشيل من الميه الريحه اللي موجوده فيها. وفي نفس الوقت هو بيشيل المواد العضويه والمواد البيولوجيه. طيب خلينا نقول ان هم يعني المراحل الاولى اللي هي اللي فيها كربون، ولا المرحله الاولى الثانيه؟ لا، الاولى بولي بروبلين، دي مش كربون. الثانيه والثالثه كربون. يعني بتبتدي الميه من البولي بروبلين. بالظبط كده، وبعد كده بتخش المرحله الثانيه والثالثه اللي هي اخرها كربون. بالظبط كده، وبعد كده كمل بقى المرحله بعد كده. عندنا حاجه اسمها بوست كربون، او كربون معالج بجوز الهند. تمام. المعروف عن جوز الهند اللي هو برده بيشيل من الميه الطعم واللون والريحه، وبيرجعها لشكلها لطبيعتها المستثمره اللي هي بدون طعم ولون وريحه. المرحله الخامسه دي حاجه اسمها اللي ورا. بالظبط كده. دي حاجه اسمها صخور كالسيه. ايه؟ صخور كالسيه، اللي هي مجموعه صخور. بتدي الميه نسبه المعادن اللي احنا محتاجينها، اللي جسمنا محتاجها. اللي هي صوديوم، كالسيوم، مغنيسيوم، كالسايت. ما شاء الله. تمام. انتوا مستسلمين كل حاجه يعني. هي الفكره كلها ان انت بتحاول تطلع افضل حاجه. هو طبعا ده بيختلف عن دوت، بس هي حسب المقدره، انا اقدر ادفع ده ولا اقدر ادفع ده. طب المرحله السادسه؟ المرحله السادسه دي حاجه اسمها انفراريد، او الاشعه تحت الحمراء. الاشعه تحت الحمراء دي بتعمل عمليه تعقيم مبدئي للميه. دي اللي قدام مني، اللي هي فوق دي. اللي هي دي. اللي ورا دي. ماشي. دي حاجه اسمها انفراريد او اشعه تحت حمراء، دي بتعمل عمليه تعقيم مبدئي للميه. ماشي، تعقيم مبدئي للميه. المرحله السابعه اللي قدام مني بقى. بالظبط كده. إيه؟ دي حاجه اسمها الترا فلتريشن. ده دي بتعمل عمليه تنقيه للميه، بتشيل منها، بتاكد على المرحله الاولى والثانيه والثالثه، عمليه تاكيد للاولى والثانيه والثالثه، وتشيل اي شوائب اتبقت. لو ان مثلا احنا سيبنا الميه شويه في الفلتر، فهي بتاكد على الاولى والثانيه والثالثه، يعني مثلا الميه قعدت فاضله موجوده في الجهاز. فاحنا لما نيجي نستخدمه الميه دي بتكون موجوده لفتره، فهي بتاكد على الاولى والثانيه والثالثه قبل ما تطلع لنا. هي دي برضو فيها خزانه ولا ما فيهاش؟ لا، ده ما فيهوش خزانه. ده اللي فيه خزانه. ده فيه خزانه. صح؟ ده بقى الزياده اللي عليه بس، اللي هو فكره الخزانه الميه. هنا هنشيل الالترا فلتريشن ونحط وحده الار او وحده الممبرين. الار او بس وحده طبعا الممبرين. مع وحده الممبرين بنحط ماتور وادابتور وحاجه اسمها هاي، ولازم يبقى في كهرباء جنب ولازم منه، ولازم يكون في كهرباء لان هو شغال بالدفع، بيدفع الميه داخل الممبرين. ده بيوصل فكره ان هي كانها برضو ميه معدنيه. هي ده بيوصل الفلتر دوت، بيوصلها ميه معدنيه بنسبه 100%. معالجه كمان. نقول الميه بتاعتها احسن من الميه المعدنيه. لا والله. الفلتر، ميه الفلتر بتبقى افضل من الميه المعدنيه. افضل من الميه المعدنيه. ليه؟ عشان مش كل الميه المعدنيه معدنيه، في ميه معدنيه وفي ميه معبقه. فهي معبقه. يعني في شركات محترمه جدا هي اللي بتعمل ازاز ميه. طبعا، بس في برضو ميه ما بتكونش يعني نسبه النقاء بتاع الميه او نسبه المعالجه فيها ما بتكونش عاليه. فافضل حاجه اللي انت بتركب جهاز انت عارف نسبه الاملاح فيه قد ايه، نسبه المعادن فيه قد ايه، ممكن تعمل اختبار للميه بتاعتك في معمل تحاليل ميه وتربه، بتتاكد انت بتشرب ميه سليمه 100%. يعني ممكن اخد الميه دي، اخد عينه من الميه، بس طبعا بيكون في ازاز. وما بعديش عليها 24 ساعه بنعمل تحليل الميه ديت. العينه من الميه بتطلع طبعا الميه بيور بنسبه 100%. طب انت ليه ما فكرتش ان انت تخش في موضوع المياه المعدنيه زي ما انتوا كده مفتحين شركه فلاتر ما شاء الله، واسمكم ما شاء الله مسمع يعني، ليه ما فكرتوش تخشوا وتسيبوا فكره الفلاتر وتخشوا في الازايز المياه المعدنيه وتعملوا شركه زي شركات المياه المعدنيه؟ لان المياه المعدنيه المفروض انها بتطلع من ابار، مش بتطلع مش ميه فلتر. يعني ده موضوع وده موضوع تاني. المياه المعدنيه دي ميه بتطلع من الابار تحت الارض بعمق معين. تمام. وطبعا محتاجه حاجات كتير جدا تتعمل تحليل. وانتوا كمان برضو انتوا بتلعبوا في ليفل اللي محتاج ميه فلتر في البيت، يعني مش محتاج ميه معدنيه، مش قادر ان هو يشتري. مش غاليه وبيفضل معاك العمر كله. طب فهمني تكلفه ده بكام وتكلفه ده بكام؟ سعر الفلتر دوت بيكون 1500 جنيه. تمام. ده بالنسبه لنظام التقسيط. تقسيط. بيدفعوا تقسيطه ازاي؟ تقسيطه على 10 شهور، كل شهر 150 جنيه بدون مقدم. يعني ده انا هاخده بس اتصل بيك اقول لك انا عايزه. انت هتقول لي عايز الفلتر، باجي اركب لك الفلتر وباخد منك اول قسط بعد شهر من التركيب. والله العظيم. حلو ده. طب والتاني؟ ده 8000 جنيه على 10 شهور، كل شهر 200 جنيه برده من غير مقدم. برده من غير مقدم. اول قسط بيكون بعد شهر. الضمانات بتاعتهم قد ايه؟ الضمان بتاع الفلتر ده 3 سنين، ده سنه. ليه الضمان سنه وليه ضمان 3 سنين؟ الفكره هنا الجهاز ده بيكون فيه دايره كهربائيه. فهي التوكيل بينزل عليها ضمان سنه. الفلتر ده ما فيهوش دايره كهربائيه، فعمره بيكون اطول شويه، ما فيش حاجه فيه بتبوظ اصلا. مش يعني بس الاكثر صراحه اللي ده ما فيهوش حاجه عرضه اللي هي تبوظ. طب انا عايز قبل ما انهي فقرتي كده، انا عندي حاجتين انت المفروض انت قلت لي عليهم او انت هتقول لي عليهم الفتره اللي جايه دي. حته ان انت بتفتح فرع، صح؟ او بتفتح فروع جديده. بفتح فرع في القاهره ان شاء الله. ما شاء الله. محتاج من برنامج مصر الجديده ايه؟ انا محتاج منكم ان انا اوصل لمستشفى ابو الريش اللي هي فرع المنيبه.
مستشفى ابو الريش الاطفال. احنا عايزين نقدم من الشركه عندنا فلاتر هديه او يعني زي تبرع للمكان وفلاتر للاطفال. طيب يعني فلاتر تحطها هناك في الحمامات اللي عندهم مثلا او بالزبط. في الفلتر الكبير زي الفلتر الار او ده في وحدات الغسيل الكلوي. تمام. وبعد كده فلتر بتاع الاطفال اللي هو موجود في الصوره دلوقتي ده يبقى هدايا للاطفال. بالظبط كده، ده هديه للاطفال عن عدد معين يملوا منه طبعا من الفلتر دوت للفلتر للاطفال. طب نحضر معاك الموضوع ده ممكن؟ ده يا ريت، انا اتمنى كده بجد والله، اتمنى كده. طب خلاص، واحنا كمان كبرنامج مصر الجديده برضو هنكون برضو حته ان يعني بص هقول لحضرتك على حاجه، مستشفى ابو الريش يعني الفتره اللي فاتت دي بصراحه يعني انا ما اقدرش انكرها، انا احكي لك حاجه شخصيه ما بيني، ابني تعب يعني انا لسه ربنا كرمني الفتره اللي فاتت فابني هو اللي تعب. عايز اقول لك ان المستشفى الوحيده اللي عرفت تعالجه الفتره اللي فاتت دي هي مستشفى ابو الريش. اكيد طبعا، في مستشفى كبيره وفعلا يعني بجد انا امنت ان يا جماعه والله امنت ان فكره ان مستشفى ابو الريش ان اي حد، دي حقيقه بجد، ان اي حد محتاج يدي حاجه او يطلع حاجه كتبرع يروح اول مستشفى ابو الريش، ده بجد والله ما بهزرش. بالظبط بجد انا بشكرك جدا والله بجد، الفقره جميله جدا. ربنا يخليك. طبعا بشكركم جدا على الفقره الجميله دي، ان الفقره انا هي بعد ما دخلت في فكره فلاتر دخلت كمان في حاجه خيريه جميله جدا، واتمنى ان اللي بيتفرج على برنامج مصر الجديده يحضر معانا ممكن الاسبوع اللي جاي ده ننزل مستشفى ابو الريش، ممكن باذن الله الاسبوع اللي جاي ده ننزل مستشفى ابو الريش ان شاء الله، ويا ريت اللي يجي يحضر معانا اللي عايز يجي يحضر الكلام ده يجي يحضره، واحنا بندي الحاجات دي للاطفال ويجوا يتفرجوا على بجد مشروع حلو قوي وحاجه جميله قوي محتاجه ان احنا كل واحد فينا يركز فيها كحاجه تبرع لاولادنا مش لحد تاني. بشكرك جدا يا فندم. شكرا. بشكر حضرتك جدا. شكرا. نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائنا المشاهدين، اهلا بيكم مره اخرى. طبعا زي ما احنا متعودين كل مره بنقدم كده شويه نصايح لمطابخ البيت الحديث، لشركه مطابخ البيت الحديث، بس عندنا لقاء شهري مهم جدا نعرف نخلي كل ست بيت تقدر ازاي تستغل كل شبر في مطبخها، وفي نفس الوقت كمان تقدر تعرف الخامه، وفي نفس الوقت تقدر تعرف الفرق ما بين السعر ما بين الشركات المحترمه ولا لا. معانا المهندس احمد نبيل رئيس مجلس اداره شركه مطابخ البيت الحديث، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ طاهر، منورنا المره دي بقى. ربنا يكرمك استاذ طاهر، وبنمسي على المشاهدين وعلى عملاء البيت الحديث وعلى حضرتك. الف شكر. عايزك تكلمنا الفتره دي كده شويه عن المطابخ وفكره ان انتوا ازاي بتعرفوا تطوروا من فكره المطابخ، يعني انا الفتره اللي فاتت دي دخلت عندكم لقيت شويه افكار جديده جدا عندكم، حتى كمان تقسيمه فتحة الدرف ذات نفسها او الابواب بتاعتكم بتاعت المطابخ محطوطه بتقسيمه شكلها حلو جدا. تمام. بتعرفوا ازاي تختاروا التقسيمات دي وازاي بتحسبوها للمطبخ او تحسبوها مع المطبخ؟ تمام. احنا مبدئيا يا استاذ طاهر عندنا لو مسكنا موضوع ان كل عميل بيبقى ليه تطلعات معينه في مطبخه. يعني في عميل بيحب كل كابينتس يقسمها لمجموعه من الرفوف الداخليه والخارج، يعني يمسك جزء اليمين والشمال ويعمل في النص مجره صغيره يحط فيها حاجات صغيره. هي الفكره كلها ترجع لاول حلقاتي مع حضرتك خالص، ان انت تبقى عارف تطلعات العملاء ايه، العملاء عايزه ايه، هو ده اللي بيفرق بقى من مكان لمكان ومن مؤسسه لمؤسسه. يعني ان احنا نقدر ان نقسم الكابينتس من جوه سواء بالطول او بالعرض او ان احنا نحط حاجات صغيره اللي هي الفناجين والحاجات اللي زي كده، اذا كان يعني طريقه الفتح نفسها للكابينتس اللي دي بتفرق من عميل لعميل بحاجه كبيره جدا، ان في عميل بيحب المطبخ يكون تاتش، عميل تاتش ما يبقاش فيه اي حاجه، في عميل يقول لك لا انا موبايل ابلكيشن دلوقتي، يعني انا هدخل المطبخ بتاعي على الموبايل واستخدمه وانا قاعد كده افتح. طب ما اتكلمنا شويه عن الموضوع دي، يعني كلمنا عن موضوع يعني دلوقتي انا هشتري حاجه تاتش، ازاي تاتش، ازاي هشتريها تاتش، عايز اعرفها يعني. هو بيرجع برضه هنرجع لتطلعات العميل، يعني في عميل يقول لك لا انا خلاص عايز اخد اكبر تكنولوجيا موجوده مهما كان في مطبخي او في المكان بتاعي او كده، فبنبدا نقول له طيب احنا بنبتدي زي سلم، اول حاجه خالص ان انا باخد المطبخ بتاعي تاتش بنلمسه بس، هو بيفتح هو بيقفل بالنسبه للدور. تكنولوجيا ولا لمسه ولا ايه بالظبط؟ بتبقى عباره عن سيستم كهرباء بالكامل. سيستم كهرباء بالكامل للمطبخ كله. بيتم استخدام الادراج بالرجل او بالركب، لان دايما ست البيت بتبقى وهي شغاله ما بتحبش تستخدم يعني تفتح الضرفه وتقفلها وطبعا الكلام ده بيضايقها في ظهرها بحد كبير، فبتبدا ان هي بركبتها بس بتلمس الدرج
او برجليها من تحت بتلمس الدرج اللي تحت كده خلاص لمستها الموضوع انتهى اتفتحت خلاص مظبوط. ده اول مرحله. تاني مرحله يقولك لا انا مش عايز المس اصلا، يعني كون ان انا ادي الامر للمطبخ بتاعي ان هو يفتح يفتح. ازاي؟ عن طريق الموبايل ابلكيشن. لا ما ثانيه واحده بس، احنا مش احنا عايزين بنتطرق سنه سنه. تمام دلوقتي انا عايز افهم فكره التاتش دي، يعني انا دلوقتي انا واقف مثلا في المطبخ او المدام عندي واقف في المطبخ صحيح. عايز افتح الدرج اللي تحت مثلا او تفتح الدرفه اللي تحت بتلمسها بس. بتلمسها بس مظبوط مظبوط. واللي فوق نفس الموضوع بتلمسها بس. انت دلوقتي فتحت خلاص انت عشان تقفل مش هتقفل من فوق، ده بيبقى في زرار كده بيبقى قدامها مباشره على الارتفاع بتاع ست البيت الطبيعي خالص. طب هو لازم يكون شرط تكون مساحه كبيره ولا يكون ممكن يكون في اي مساحه الموضوع؟ في اي مساحه. في اي مساحه. دايما بننصح بس عملائنا ان عشان اخد التقنيات دي لانها بتبقى غاليه شويه، يحبذ يكون المطبخ كبير يستاهل زي ما بيقولوا ان انت تحط فيه حاجه زي كده، لان في الدايره الكهربائيه دي بتبقى غاليه شويه يعني. مش قوي بس غاليه شويه يعني. بس في ناس بتحب مثلا حتى لو بيتها صغير بس بتحب ان هو يبقى فيه كل طبعا ما عملناه ده طبيعي في اي مكان. طبيعي عملناه في بيوت كتير. طيب نخش بقى على الموبايل ابلكيشن عشان النقطه دي احنا عايزين نفهمها. طبعا انا شفتها من عندكم كذا مره بس لحد دلوقتي مش فاهمها. طبعًا. حته الموبايل ابلكيشن وازاي اقدر افتح المطبخ بتاعي دي انا عايز افهمها اكتر يعني بالتفاصيل. اتفضل. احنا كنا اجتهدنا من خلال المصنع بتاعنا في الفترات اللي فاتت ان احنا ندخل دايما عايزين ندخل منتجات جديده. عامه عشان النقطه دي برضو جواها شويه حاجات، احنا طبعا كل اللي اشترك في الفكره بنشكره من برنامج حضرتك، المصنع بالكامل والفروع اللي ساعدته في هذا الموضوع ان يبقى في افكار لحاجه زي كده، احنا بنشكرهم كلهم بالكامل شخص شخص. بدأنا نعمل ان احنا ندخل الموبايل. انا دلوقتي عندي مشكلة ان ايه مثلا سي الشغالة بتاعتي جوه مش عارفة ايه اللي موجود ايه اللي مش موجود، ايه الحاجة اللي تقدر تستخدم اصلا المطبخ ازاي. فبيبقى في عن طريق اللينك ما بيننا مثلا على الواتساب حاجة زي كده. انا عايز الدرفة الفلانية، بتفتح لها وهي مش موجوده في المطبخ اصلا وهي بره المطبخ. يعني لو انا مثلا انا دلوقتي في البيت ومش عارف اكل حاجه، طبعا ثلاث ارباع الرجاله مش عارفه ايه اللي بيحصل في المطبخ اصلا. احنا عملنا فيديو ومراتي مثلا عند مامتها مثلا بتصل بيها اقول لها افتحي لي الحاجه اللي انا عايز فيها سكر مثلا. ايوه هتروح حضرتك على الموبايل كاتب سكر، هتفتح تفتح الدرفه بتاعت السكر، هي تكتب سكر عندها. أيوة. في الابلكيشن اللي انتوا عاملينه. ما هو الابلكيشن ممكن تسمي الحاجات، يعني مثلا انت حضرتك حاطط في دي سكر مثلا. يبقى رقم واحد فيها سكر شاي ليمون نعناع كلام اللي زي كده. بس يا باشمهندس عشان دي عايز افهمها قوي دلوقتي، يعني انا دلوقتي واقف في المطبخ تمام وانا عايز افتح حاجه ومش عارف اعمل اكل ايه مثلا، فهتصل بالمدام عندي اقول لها انا عايز اعمل كذا كذا كذا، هتقول لي طب افتح الدرفه الفلانيه دي هتتفتح لك دلوقتي. صحيح صحيح. هيطلع لك منها الحاجه اللي انت عايزها. مظبوط مظبوط. وبعد كده هي تقفلها تاني برضو لوحدها بالابلكيشن ده. بالابلكيشن ده حضرتك ما عليك ان حضرتك بس تشرب كوبايه الشاي بتاعتك، تاكل الساندوتش بتاعك بس كده. يعني ممكن بقى مثلا انا نايم مثلا وانا صاحي الاقي مراتي فاتحه لي ثلاث درفات مثلا وهي سايبه مش موجوده، دول الحاجات اللي انت هتستعملهم بس. هتستخدمهم بس. مظبوط مظبوط مظبوط. بالنسبه للاطفال مش ده سيفتي؟ متهيألي انا شايف ان ده سيفتي كويس جدا. ده هو معمول في الاصل للاطفال. يعني الاطفال لما يجوا يفتحوا حاجه لا هي ما تتفتحش. مظبوط. بابلكيشن بس. مظبوط. انتوا عملتوا الابلكيشن ده انتوا اللي عاملينه يعني وانتوا اللي مستخدمينه؟ موجود عند فروعنا اي عميل يطلبه موجود. لا انا اقصد حاجه يا باشمهندس احمد، انا اقصد ان ما فيش مطبخ اتعمل كده في مصر متهيألي. صحيح. يعني انتوا يعتبر انتوا الوحدائي اللي عاملين ده. صحيح. ده بجد ده حاجه. صحيح. حصريه كده. صحيح. في مصر. في مصر. والله العظيم. وفي بلاد بره مصر برضه. كمان؟ صحيح. ما شاء الله. صحيح. طب انتوا بتصدروا كمان بره؟ صحيح يا فندم. ما شاء الله كويس جدا. صحيح. طب كمل بقى بقيه اللي انا عايز افهمه موضوع الابلكيشن ده. فهو كان هو الموضوع مش ابلكيشن اكتر منه، طبعا هو مهم جدا اكتر من ان انا عايز ادخل اي تكنولوجيا موجوده. يعني في بقى الاكتر من التكنولوجيا ان بقى عندنا السنسور العادي لو حضرتك عارف الاحواض او الحاجات اللي زي كده، لما بنكون مثلا عايزين نفتح الحوض او نقفله او الميه نفسها بنمشي ايدينا بس كده الميه بتفتح او بتقفل، في حاجه زي كده موجوده عندنا دلوقتي في فروعنا. تاتش بس ما فيش تاتش بقى، هي انت حضرتك بتمشي ايدك بس تفتح. في حاجه بالسيستم الصوت بس. سيستم صوت بس يعني. طب الحاجات دي غاليه جدا يعني ولا اسعارها كويسه؟ كويسه بس هي الفكره استخدامي ايه؟ يعني ما ينفعش اكون انا عميل مثلا هاجر شقه
او اروح احط فيها كلام زي كده. لا طبعاً. طبعا حاجه استمراريه، انا عميل مستمر، المطبخ ده بتاعي، يتنقل من حته لحته برضه بنفس الموضوع، مفيش مشكله، اهم حاجه بتاعي. طيب هي في نقطه كده ناس كتيره بتتخوف منها، فكره ان انا الحاجات اللي فيها تكنولوجيا ممكن تكون بتبوظ بسرعه. صحيح. او ممكن الواحد يقلق منها من الاطفال او ايا كان. صحيح. الصيانه بتاعتها ما بعد البيع، عايز افهم فكره الصيانه بتاعتها والقد ايه برضو كمان برضو حته ان انا اقدر هصينها في خلال قد ايه، والشركه بتتعامل معايا ازاي؟ ده من الموضوع برضو مهمه جدا. هي الفكره بقى ان احنا برضو هنرجع من حته احنا اشترينا من مين. لان عندنا بتبقى المشكله دي كبيره جدا، ولازم كل حلقه احط عليها 10 خطوط غصبا عني، لان دايما بلاقي المشاكل دي موجوده على الجروبات، وعلى ورحت دفعت في مطبخ 75,000، ورحت دفعت في مطبخ 100,000، واقعد اقرا واشوف في الجروبات، وبالذات كان في كذا جروب كده انا متابعهم. اشترينا من مين؟ اشتريت من حد عارف يعني ايه عميل، وفاهم ان 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 رضا العميل او رضا حضرتك كعميل هو اهم من اي حاجه في الدنيا، وسمعته مهمه جدا عنده، اسمه بملايين موجود. طبعا مهمه جدا الموضوع ده. فما هتروح تجيب له اكسسوارز، هتروح تجيب له حاجه اصليه هتحطها وتبقى انت واخد عليها ضمان كشركه، اذا حصل اي حاجه انت مش مضرور، بالعكس انت بتتعامل مع ملايين في الشركه التانيه، فمش هتزعلك انت. هي ممكن تزعل العميل، وده للمفهوم الخاطئ، يعني شركة الاكسسوارز دي ممكن تزعل عميل افرادي كده جاي يتصل بيا يقول لهم انا عندي مشكلة، لكن عمرها ما يعني ما تزعل شركة زي البيت الحديث، مستحيل، لان التعاملات بملايين كل سنة، فمفيش زعل ليهم، بالعكس. فخلينا نقول ان اهم حاجة الشركة. ليه؟ عشان تجيب الاكسسوارز اصلي، مش هيحصل اي حاجه من اي نوع. وانتوا بصراحه برضو كمان في حته عندكم كويسه جدا، حته ان انت انا اللي انا لاحظته برضو ان انتوا عندكم العملاء بينزلوا يتفرجوا على المصنع ذات نفسه، وبيشوفوا كل الحاجات اللي بتتصنع قدام منهم، بيبقوا متابعين على طول اول باول، فده في حد ذاته انا شايف ان هو نجاح. حتى كمان انتوا عاملين في مصنعكم برضو عاملين يعني زي يعتبر حاجه كده كمعرض. مظبوط. فده في حد ذاته نجاح كويس قوي بصراحه يعني منكم. هو عامه استاذ طاهر كان احسن يعني اول حاجه احنا عايزين نلمسها ايه، لازم العميل يبقى عارف يعني ايه مصنع الاول. والمصنع ده قيمته ايه. مطابخ البيت الحديث بتوفر لكل عميل اللي عايز يتفرج على مطبخه وبيتصنع يتفرج. صحيح. احنا كمان زي كوره كده دخلنا الفار كمان، يعني حضرتك تقدر والمطبخ بيتصنع تقدر تقعد وتشوفه من خلال الكاميرات الاتش دي وهو بيتصنع وهو بيتجمع. انتوا عندكم سيستم غريب حتى موصلين كمان موضوع كاميرات. طبعا، لان احنا عندنا اهم حاجه بنتكلم فيها هي العميل. انا اول حلقه بدات فيها مع حضرتك العميل، الاهتمام بالعميل. وأحب طبعا انهي برضو كل حلقه بالعميل، ايه اللي يريح العميل، ايه اللي يخليه دايما حاسس ان هو مبسوط مطمن. طب بمناسبه العميل بقى، انا عرفت ان في حد كده اتصل بينا وشكرنا برضو ان هو جه من عندنا من مطابخ البيت من الشركه من عندنا. صحيح. من البرنامج، واتصل بيكوا والحمد لله متهيألي بيشكر فيكوا جدا يعني. محتاجين نفهم بقى اللي حصل بالتفاصيل شويه. هي طبعا مسموح له اقول الاسم ولا لا؟ بلاش. طيب، هي كانت عميله عزيزه على قلبي جدا، اتصلت بيا في اثناء الحلقه بتاعتنا، طبعا ما قدرتش انا ارد للتسجيل والحاجات اللي زي كده، كلمتها بعديها. اشتكت لي من احد الشركات انها دفعت مبلغ كبير وما خدتش اللي انا لسه كنت بقوله برضه، ما خدتش الجوده ولا الخدمه وخدمه ما بعد البيع والكلام اللي زي كده. قلت لها طيب حضرتك عرض الاستبدال اللي موجود طبعا احنا شرحناه عندنا، حضرتك نقدر نعمله، وهي اوريدي عملته فعلا وخدت المطبخ الجديد ما شاء الله، ومبسوطه دلوقتي جدا. وبالمناسبه كان عيد ميلادها فاحتفلنا كمان. تسلم المذيع. هي عارفه حضرتك كمان وعلى فكره بتتفرج علينا دلوقتي كده، تبقى مبسوطه والله. ما شاء الله. يعني الحاجه دي انا مبسوط بيها، وان انا عرفتها جدا يعني. يا فندم حضرتك من الناس المحترمه جدا، وبجد انتوا ما شاء الله بتعملوا تكنولوجيا في عالم المطابخ محترمه جدا جدا جدا. ربنا يكرمك يا استاذ صالح. انا بشكرك جدا، وان شاء الله لينا حلقات تانية كده كل شهر ان شاء الله، غير اللي احنا بنعمله كده، المعلومات والنصايح اللي انت بتديها لكل ست بيت في مطبخها. بس قبل طبعا ما انهي فقرتي، اتمنى ان انت تدي خصم كل شهر زي ما بتدي خصم كل شهر كده. الخصم بتاعنا ايه الشهر ده؟ لسه الوايت فرايداي مستمر معانا خلال شهر 11. وبرضه عملاء مصر الجديده دايما مجرد ما بيقولوا لنا عميل مصر الجديده بياخد خصم اكبر في الفرع، والوايت فرايداي ده 35% ده مستمر معانا طول الشهر بتاع
11، وعملاء مصر الجديده لازم بيبقى لهم التخفيض الازيد. مجرد ما بيقول مصر الجديده الفروع على طول تلقائي عندنا بتبقى عارفه يعني ان العميل ده بياخد الخصم الزياده. يا فندم انا بشكرك جدا، بشكرك جدا يا باشمهندس احمد. طبعا متهيألي يا جماعه زي ما انتم شايفين طبعا الخصومات بالنسبه لنا، واللي عايز يروح واللي بيروح وبيتفرج علينا دلوقتي لو بيفكر ان هو يشتري مطبخ او داخل على حياه جديده في جواز وهو بيتصل بمطبخ البيت الحديث يقول لهم يا جماعه احنا برنامج مصر الجديده، لو عايز كمان برضه نسبه خصم شويه اتصل بالبرنامج وانا ممكن اثر على الباشمهندس شويه يعني، واقول بعد اذنك يا باشمهندس ده جاي تبعي شويه. شرف لينا. بشكرك جدا يا باشمهندس جدا. بشكرك جدا وحلقه موفقه جدا. شرف لينا طبعا. طبعا قبل ما اطلع الفاصل بتاعي انا بشكر باشمهندس احمد نبيل مطبخ البيت الحديث. طبعا عايز اقول لكم في فقرات كتيره جدا هتشوفوها دلوقتي مع زميلتي سميحه صلاح، واتمنى ان هي تعجبكم جدا 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 عشان فيها حاجات مشاكل وفيها حاجات اسريه كتيره قوي، اتمنى ان انتوا تركزوا فيها بكل تفاصيلها. نطلع الفاصل ونرجع تاني مع زميلتي سميحه صلاح. مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، وحشتونا جدا جدا من الاسبوع اللي فات للنهارده. النهارده فقراتنا كتيره ومتنوعه. فقرتنا النهارده هنتكلم فيها عن عقوق الوالدين. في الفترة الأخيرة انتشر فيديوهات مهينة جدا جدا أحزنتني أنا شخصيا، فيديوهات الابن بيصور والدته وهو بيهنها وبيطردها من بيته، وكمان ممكن البنت تعمل كده وتطلب دار المسنين إن هي تاخد والدتها. طيب من هنا حصل إيه؟ الآباء ابتدوا يفكروا يا ترى مصيرنا هيكون إيه مع أبنائنا لما يكبروا؟ يا ترى أبنائنا هيحسوا بينا وهيضحوا علشاننا ولا هيعاملونا بجفاء؟ يا ترى ابني لما يتجوز مراته هتهني وهو هيسمع كلامها وهيطردني؟ يا ترى بنتي لما تتجوز هتسمع كلام جوزها؟ طيب احنا مصيرنا ايه؟ شيء مخزي جدا للاسف. فهنا عايزين نقول يا ترى في قانون يحمي الاباء من الابناء؟ فقرتنا النهارده معنا فيها سياده المستشار احمد مجد البيلي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه رايك في اللي بيحصل والشيء المخزي جدا في الاونه الاخيره؟ كل واحد يعني مراته تقوعه لوالدته تطردها ويصور نفسه وأكنه فرحان إن هو بيعمل كده علشان يرضي مراته. زي ما حضرتك شايف في الآونة الأخيرة انتشر الموضوع ده بشكل مخزي جدا، بشكل كبير فعلا انتشر على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. يا ترى في قانون يحمي الأب والأم من أبنائهم؟ هو للأسف الموضوع ما فيش قانون مخصص بينظم العلاقة ما بين الابن ووالده أو بين الابن ووالدته، ولكن قانون العقوبات نظر للموضوع من منظور أعم ومنظور أشمل، اللي هو تنظيم العلاقة ما بين الأفراد والمجتمع، ما بين المواطنين والدولة، ما بين المسؤول ما بين المسؤول في الدولة أو المسؤول في قطاع خاص أو في قطاع عام، وما بين من يعمل تحت ولايته أو سلطته. لكن إحنا ما عندناش نص مادة صريح بيقول مثلا إذا قام الابن بالتعدي على والده أو على والدته بالطرد أو بالتعدي بالضرب أو بالسب أو بأي نوع من أنواع التعديات يعاقب مثلا بالحبس او بالغرام. ولكن هنا للاسف في الوضع ده ان كان مثلا المتعدي عليها هي الام فهي بتنزل بالقيد والوصف بتاع النيابه العامه كمجني عليها، شانها شان اي مجني عليه، بتشتكي او بتوجه شكوتها لاسم الشرطه او للنيابه العامه من التعدي اللي حصل ان كان من ابنها او ان كان من مرات ابنها او ان كان اي حد من افراد العيله. طيب احنا شفنا برضو في فيديو اخير منتشر على السوشيال ميديا للاسف ابن طرد والدته، هي راحت دفعت عنه وقالت احنا كنا بنهزر، مع انه كان واضح جدا انه ده ما كانش هزار، فقلب الام هنا ما هنش عليها ان هي تشوف ابنها بيعاقب. هو طبعا اللي حرك الست دي احنا شفنا، انا شفت الفيديو ده شخصيا، كانت الام بتنزل من على السلم بطريقه عجيبه جدا وبعد كده قالت احنا كنا بنهزر. طبعا الموضوع باين جدا ان الام بتتكلم من منطلق غريزه الامومه، ان هي خافت على ابنها، النهارده شافت الموضوع انتشر، اكيد اللي حواليها فهموها ان اللي حصل ده او الفيديو اللي نزل ده هيسبب مشاكل لابنها، ابنها هيتسجن، برغم ان هو طردها ارضاء لزوجته او ارضاء لاي حق. المجتمع هنا هيكون ايه؟ يعني حق المجتمع حقنا احنا، يعني من الاهانه اللي حصلت ديت احنا كنا مستائين جدا كلنا. هو بالفعل يا فندم بالنسبه للعنف الاسري بصفه عامه وبالنسبه لحق المجتمع، هو كان احد النواب في فتره مجلس النواب السابقه تقدم ان هو عايزين يعدلوا ويضيفوا ويغلظوا بعض مواد القانون
بالنسبة للعنف الأسري بصفة عامة، ولكن كان للأسف كان الرد أن مدة انعقاد المجلس لا تسمح بمناقشة قانون جديد، لأن كان طبعا كان في قوانين كتيرة محتاجة تعديل. يعني كان في يعني ممكن في الجديد إن شاء الله إحنا نسأل ربنا عز وجل أن ربنا يوفق السادة النواب في الفترة القادمة بإذن الله، ويدوا قانون. يعني هو للأسف أن أنا يعني أن أنا مستني من مجلس النواب قانون عشان يحنن قلب ابن على أمه، أو العكس، أو يحنن قلب الوالد على بنته، لأن إحنا طبعا برضو في حالات زي ما في عقوق والدين، في حالات بنشوف أبناء وبنات بيتعرضوا للضرب المبرح. تمام. من أهلهم. من أهله. برضو الموضوع. تمام. طيب قول لي يا فندم، إحنا بنشوف لما الأم بتطلق بتطلب نفقة من الزوج إن هو يصرف على ابنها. لا طبعا حقها. لما الأب بيكبر في قانون بيقول ان الابن يصرف على والده؟ اه طبعا يا فندم، قانون الاحوال الشخصيه بصفه عامه ما اغفلش حاجه زي كده. زي ما الاب واجب عليه انه يدفع نفقه الاولاد ويدفع الاجور زي اجر المسكن واجر حضانه، ففي كمان في قانون الاحوال الشخصيه حاجه تسمى بنفقه الاقارب. نفقه الاقارب هنا يا فندم ان الوالد او الوالده بتثبت ان هي مثلا مسنه او ما عندهاش دخل تقدر تتعايش بيه، في الوقت ده بتقدر تتوجه لمحكمه الاسره وتبدا تمشي في اجراءاتها زي اي دعوه من دعاوى الاسره بالظبط، اللي هو بتتقدم بملفات التسويه، وبعد كده في خلال 15 يوم بيتم رفع الدعوه بنفقه اقارب. الام والاخت في حاله لما يكون محدش بيصرف عليهم، من حقهم يرفعوا نفقه ضد الاخ إنه يصرف عليهم على الأب؟ يعني الأم ترفع على ابنها والأخت كمان ترفع؟ لا، الأم ليها الحق إن هي ترفع نفقة الأقارب. طبعا. طيب القانون هنا بيقول إيه؟ نص القانون بيقول إيه؟ إحنا مش موضوع نص القانون، هو قانون الأحوال الشخصية نظم علاقات في النفقات والأجور، مين عليه عاتق مسؤولية إنه يدفع نفقة، ومين ياخد، وإمتى، والسن كام. فالنهاردة الأم مثلا إذا ثبت إن هي مثلا ملهاش دخل، وان هي مثلا تجاوزت الستين او جابت سن الستين، فهي في الوقت ده مين هيعولها؟ فالمحكمة بتتراءى في ذلك في اجراءات الدعوة، لما هي بتبدأ تشتكي الابن ان هو ينفق عليها، فالمحكمة بتتراءى وبتحدد دخل الابن في الوقت ده، طبعا بيصبح في الدعوة مدعى عليه، وبناء على الدخل ده بتحدد النفقة اللي الام تقتضيها كل شهر. بنشوف كتير ناس كبيرة مرمية للأسف في الشارع، بيكون عندها أبناء من إذا كان ذكور أو إناث، وللأسف مش لاقيين مكان يروحوا غير دار المسنين. هنا الأم أو الأب يقدروا يرفعوا قضية على ابنهم إن هم يشوفوا لهم مسكن أو يصرفوا عليهم؟ يقدروا يا فندم يرفعوا، مش يشوفوا مسكن بالصفة المباشرة، لكن هم يقدروا يرفعوا بدلات للمعيشة، إن كان من مأكل، إن كان من ملبس، إن كان من مسكن. هم اليوم حق نفقة الأقارب بصفة عامة، والابن في الوقت ده بيكون مطالب بحكم قضائي. حكم قضائي. بحكم قضائي طبعا يا فندم. طيب قول لي برضه في يعني آباء بتكون ظالمة للأبناء وهم صغيرين، مثلا لا كانوا بيصرفوا عليهم وهم صغيرين، وكانوا مطلقين زوجاتهم، وكانوا يعني في لما بيكبروا بيحتاجوا لأبنائهم وبيبدأوا يدوروا عليهم من جديد. هنا في قانون بيلزم الابن ان هو يصرف على ابوه في حالة ان هو كان رميه طول الوقت وهو صغير؟ هو طبعا عاتق المسؤولية في الانفاق على الوالدين او على الاقارب في حالة عدم وجود دخل لهم، او في حالة عجز احدهم، يعني مثلا عجز الاب او عجز الام، ان كان عجز بدني او حتى لو كان هو رماه من صغره ما صرفش عليه ما ربهوش. بالظبط يا فندم، هو يقدر يحرك ضده دعوه برضه بنفقه الاقارب. طب ما يعني دي مش هتكون ضريبه من الابن هو مثلا؟ ما هي طبعا ضريبه، ونصحنا الناس كتير ان يحسنوا التربيه والاهتمام باولادهم، لان احنا قلنا قبل كده ان الابن ده عكاز. عكاز للاب وللام. طبعا. زي ما ينفع يكون العكاز ده ان الاب والام يتسندوا عليه، ممكن باهمالهم او بالتربيه الغلط يبقى العكاز ده هو الشيء اللي بينضربوا بيه في حياتهم او بعد ما يوصلوا للمسنين وسن الستين. طيب الفيديو اللي انتشر قالوا عليه ان هو هزار، هل يحق ليه ان هو يهزر بالشكل المهين ده ضد والدته؟ يا ترى في عقوبه للهزار ده، لنوعيه الهزار اللي زي دي ولا لا؟ لا مفيش طبعا عقوبه لنوعيه الهزار من ده، وللاسف ان الوحيده هي اللي تقدر تحرك دعوه جنائيه ضد ابنها هي الام في الوقت ده. وحتى لو كانت حركت الدعوه دي ان هو تعدى عليها بالضرب والسب والاهانه وطردها من مسكنها، يجوز ليها ان هي تتصالح، والمحكمه بتقبل التصالح ده، وبكده بتنقض الدعوه الجنائيه بالتصالح.
التعديل اللي حضرتك شايفه في القانون اللي بيعاقب يعني حقوق الآباء على الأبناء، حضرتك متطالب بإيه؟ والله يا فندم احنا لما بيصادفنا قضايا زي دي ان ولد متعدي على والدته او كده، دايما بنلاقي من كان من النيابة العامة المبجلة او من كان من قضاء مصر المحترم، دايما يعني انا افتكر موقف في احد المرافعات كان استاذ من الزملاء كان بيقول الآية لقد وصينا الانسان على والديه، فالقاضي رد وقال المحكمة مش محتاجة توصية من حد على الأم وعلى الأب يا أستاذ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب كلمة أخيرة منك أستاذ أحمد، بلاش المحامي، الإنسان أستاذ أحمد الإنسان، كلمة أخيرة منك للأبناء اللي هم بيعوقوا أولياء أمورهم. والله يا فندم هو مش كلمة ولا نصيحة، لأن أنا لست بالشخص المثالي أو الواعظ، ولكن هو تذكرة يعني لكل ابن أو لكل بنت. افتكروا أيام لما كنت قليل الحيلة، ما كنتش بتعرف تاكل، ما كنتش بتعرف تلبس، ما كنتش بتعرف تتحرك. افتكر مين اللي صرف عليك ووداك للدكتور لما كنت بتعاني من تعب معين. افتكر مين اللي كانت سهرانة قدامك عشان انت في يوم من الأيام ترضي زوجتك أو ترضي غرورك أو ترضي أي حد على حساب والدتك وعلى حساب والدك. وأنا بصفة شخصية لما بتعامل مع شخص وما لقيش فيه خير لوالده ولا لوالدته، فبالتبعية مش هيكون في خير للمجتمع بصفة عامة. صحيح، عندك حق. طب كلمة كمان للولد اللي بيسمع كلام زوجته وبيستعمل كلامها ضد أهله، ضد أبوه أو أمه. والله يا فندم هو خير الكلام ما قل ودل أهلك لا تهلك. هو الأهل طبعا، الأم والأب، مهما كان وضع الأم ومهما كان وضع الأب، هم أولى بالطاعة وهم أولى بالرعاية وهم أولى بالاهتمام، هم أولى بكل حاجة إن كان الأب أو إن كان الأم. طب لو العكس، لو الأم أو الأب هم اللي بيحرضوا الابن ضد زوجته، يقدر الولد أو الراجل بصفة عامة في الوقت ده يقدر يوازن الأمور؟ يعني النهاردة في ناس بتخلط يقولوا بيحب مامته أكتر من زوجته. يا سادة، ده حب وده حب. التعامل مع الأب النهاردة، أنا مثلا ممكن يكون في والد بيزعق لابنه، ده هو مجبر ان هو يسمع كلامه ومجبر ان هو يحن راسه قدام والده حتى ان كان في العام او في الخاص. وقتنا خلص، الفكرة مهمة جدا، ان شاء الله نعمل حلقات كتيرة دايما عن حلقات حضرتك ده. مهمة كده. عايز اوجه يعني كلمة لكل زوج او كل زوجة بتحرض زوجها على امه وابوه، كلمة واحدة بس، لو ملوش خير في امه وابوه وباعهم هيبيعك انت كمان علشان خاطر اي حد، يبقى ملوش خير فيكي. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا بعد الفاصل ومكملين معاكم فقراتنا، وحابه اختم البرنامج بفقره جميله جدا محببه لقلبي. معانا ضيف النهارده مطرب شعبي جميل جدا، قدر يثبت وجوده من خلال الساحه الفنيه في اقرب وقت ممكن وفتره قصيره جدا، عمل ضجه كبيره جدا جدا جدا، وقدر يقول للناس اللي هو بيحبهم بعد ما تخلوا عنه يلا في داهيه. المطرب الشعبي الجميل حمزه الصغير، اهلا بك معانا النهارده. اهلا بيك سميحه، واهلا ببرنامجك الجميل، وانا مبسوط ان انا معاك النهارده جدا. انا اللي مبسوطه وسعيده جدا حمد. وشايفه انجازاتك حلوه جدا، وشايفه المهرجانات اللي انت بتعملها، كل اعمالك انا متابعاها. خليني اقول لك، انا ما بسمعش شعبي كتير، لكن انا لما سمعت يلا في داهيه قلت لازم اعرف هو بيقول لمين يلا في داهيه. انا عمري ما سمعت مطرب جريء كده. خلاني عملت تاني، رجعت الاغنيه من اول وجديد، عرفت ان انت الناس اللي بتقول لهم يلا في داهيه يستاهلوا ان انت تقول لهم يلا في داهيه. بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. اولا يعني ممكن يلا في داهيه دي اخر حاجه ليها نجحت، حاجات في قبل كده كتير. بس هي علمت مع الناس. لا الحمد لله في حاجات كتير انا هنقولها دلوقتي وهنعدها، بس خلينا نقول ان كل واحد فينا في حياتنا عنده ناس في حياته اتخلوا عنه، من صاحب، من اخ، من زوج، من زوجه، من ناس امنتيها وطلعوا مش تمام جدا. فالكلمه اساسا دارجه عند الناس. بس انك انت تبقى عندك الجرأه ان انت تعملي عليها سبوت لايت، ده اللي انا بقول عليه. يعني ده كان الموضوع، هي الكلمه دارجه عندنا كلنا، واحنا كمان بنقول يلا في 60 ده. بالظبط ده. يعني انا كنت اقول 100 ده، كنت اقول حد يغنيها ده صعب. فعايز اقول لك انا كنت يعني هو سلاح ذو حدين بالنسبه لي، بس انا اللي يعني الاول قلبي قوي ان الموضوع ما فيش فيه سفاف. يعني الكلام بتاع الغنوه كلام
بص يدخل يا القلب. كلمة واقعية جدا والأغنية كلها واقعية جدا. الحمد لله. احنا اي حد هيعمل فينا حاجة مش كويسة ما احنا هنقول له يلا. وخلي بالك انا من النوع اصلا اللي بحب الكلام اللي بيمس القلب. يعني انا في أغنية ولع في فيلم سطو ومثلث كنت عامل ياكله في طبق واحد ويقطعه الواحد ما يعرفوش ربنا. واحساسك كمان جميل وصوتك جميل. انا عايزه اسمع يلا في داهيه ونسمع الساده المشاهدين. يلا طب يلا نبتدي بيلا في داهيه الاول. يلا بينا. لا جدا برافو عليك. طيب قول لي اكتر اغنيه علمت مع الناس. بصي انا كانت بدايتي الحقيقيه مع الناس انا اول كليب عملته في حياتي كنت طالع فيه مجنون. مجنون بجد. كنت عامل اغنيه اسمها انا رئيس جمهوريه نفسي. فالمخرج محمد حجازي قعد معايا فقال لي هنعمل ايه؟ قلت له بص انا عامل فكره كده بنطلون بيجامه مع بدله الملك فاروق بتاع زمان وبتاع. ده جنون رسمي. جنون رسمي ده. عمل لي مستشفى امراض نفسيه واحنا بنهرب من المستشفى وبننزل حاره فبتعجبني واحده انا بعجبها ما اعرفش عجبتها على ايه يعني. فالموضوع كده بدايتي الحقيقيه كانت ديو عملته مع هدى في فيلم البرنسيسة بتاع علا غانم. بعد كده عملت اغنيه الاغنيه كان اسمها كريز على توت. بعد كده عملت اغنيه اسمها البطل بطل بطل دي كانت في فيلم ظرف صحي. والفيلم ده الاغنيه دي بالذات كانت بدايه التعارف بينه وبين الجمهور بجد. اللي هو بقيت امشي في كل حته سامع الغنوه في كل مكان. بعدها عملت فيلم ياباني اصلي. لا عملت فيلم سطو ومثلث كان فيه ولعه. دي كانت بداية النجاح الحقيقية اللي هي ده أول تعامل بيني وبين محمد السبكي وكانت بداية النجاح البجد يعني اللي هو الأغنية لحد النهاردة لسه عايشة الحمد لله وتمام. بعدها بقى عملت فيلم ياباني أصلي في النص كده عملت في مسلسل شطرنج الجزء الثالث كيك على العالي مع حسن الرداد وأيتن عامر. عملت مولو صاحبه غايب مع هيفاء وهبي. عملت خلينا اقول لك خلينا كتير. في الجديد وانا هحرق لك المفاجاه وعارفه ان في حاجه بينك وبين حمو بيكا قريب جدا. ان شاء الله على اخر الشهر ده. ان شاء الله في غنوه جديده اسمها ايه؟ اسمها عادي عادي عادي. الاغنيه دي كمان هتتصور فيديو كليب ان شاء الله داخلين تصورها اول اسبوع. حاجه هتشوفوا حاجه مفاجاه مفاجاه من تصوير الاغنيه. طب مش ممكن نسمع حاجه من المفاجاه نحرقها؟ مش ممكن. انا عندي كده كده على الانستجرام والفيسبوك بتاعي حتى البرومو منها هو بيقول عادي 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 عايزين تمشوا عادي 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 نفس النمط مش بنفس الطريقه كده مش فارقه معايا عادي عادي هو بيقول كده وانا بقول له مش شاغلني حلو عني مش شاغلني حلو عني مش هزعل عليكو مش هزعل عليكو ودعونا ريحونا انا ياما تعبت ليكو ياما تعبت ليكو كده. خلينا احرق كل مفاجاتك النهارده وقول لي عامل ايه مع الصفينار. صفينار ست الستات. صفينار دي من انضف الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها في حياتي فعلا حقيقي. عايز اقول لك على المستوى الشخصي انت بتتعاملي مع حد فاهم جدا مثقف جدا. بحس ان هي بريئه وشها بريء وكلامها كله تلقائيه وبراءه وذكيه جدا جدا. يعني انا اتعلمت جدا منها كتير. ممكن احنا الاثنين صداقتنا مع بعض ضفنا لبعض حاجات كتير قوي بس هي فعلا كانسانه مثقفه في حته المزيكا عندها ثقافه مزيكا غريبه جدا. اللي هو انا اتعلمت منها ازاي اذاكر في حته غير الناس بتذاكر فيها. عشان هي حابه شغلها. بصي اي حد بيحب شغله ربنا بيكرمه ده شيء طبيعي. طيب عايزه اقول لك برضو اللي بيغني او المطرب بيركز حياته كلها في الغنى بس ولا ممكن يشتغل اي حاجه ثانيه مع الغنى يعني؟ بص في هي الغنى ده برضو خلي بالك مراحل. المشكله ان احنا يعني الفن ده عامل زي الادمان. صحيح بجد ده هيروين. صحيح. انت بتقدريش تعملي حاجه غيره طول ما انت دايما بتنجحي فبتفكري انا يعني انا مثلا كانت اقصى طموحاتي اعمل فيديو كليب. بعد كده بعد ما عملت فيديو كليب ايه ده ليه ما يبقاش عندي 10 فيديو كليب؟ ليه ما بشتغلش مسلسلات؟ خلصت المرحله دي دلوقتي ليه ما بمثلش؟ اوريدي داخل تمثيل ان شاء الله قريب جدا ان شاء الله. انت الـ 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 الله يخليكي. عايز اقول لك ان الفن ده بحر ابن لذينه. انا هفكر فيه ازاي؟ هوصل لايه بعد كده؟ صحيح هو ده الموضوع. الطموح
ما بيوقفش. طب انا عايزه اسمع حاجه على ذوقك. طب تيجي نغني لايف؟ يلا. بصي انا بحب الموال الشعبي جدا، يعني يمكن في معظم البرامج اللي بطلعها بحب اغني شعبي موال. اتفضل. فخلينا نقول يا ليل 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 ومنين اجيبك يا غالي يا غالي واجاشتكي لك يا عم سيبك من اللي يقولك بحبك بالكلام يا بناس كلامهم عسل وقلوبها مش تمام مش كل من قالك بحبك يبقى شريك ما جايز يكونوا كلمتين كده والسلام دور ما بين الناس على اللي يشتريك بص لوشوش الناس بقلبك مش عليك مش كل من عينك تشوفه تصدقه يا ما ناس بتضحك لك يا ما ناس بتضحك لك يا ما ناس بتضحك لك عشان تضحك عليك يا ما ناس بتضحك لك عشان تضحك عليك. برافو عليك. مثلا. برافو عليك جدا والله. ليه اخترت الاغنية الشعبية؟ عشان بحب الشعبي. خلي بالك المشكلة في الفنانين او المشكلة في كل حد عايز يطلع فأنا مثلا باصص لحمائي. طب هل انا يعني شايف نفسي بغني زي حمائي ولا لا؟ بص لعمرو دياب، هل انا بغني زي عمرو دياب ولا لا؟ انا بحب ايه؟ هو ده الموضوع. كل واحد بينه. انا عايز اقول لك ان اول ما طلعت في المجال صاحب الفرقه اللي كنت بادئ معاهم قال لي ولا انت شكلك امور انت هتغني فرانكو عرب. فبدات بقى ايه اطلع على المسرح اغني منى يا حبيبي تحبي معايا ما لقيتش مش جاي معايا الموضوع خالص خالص. وبعدين لما احب اشعب شويه كانوا خلونا اغني يعني مثلا ايه اغنيه مثلا لحكيم مش اجري علي وابوسه ده نجحت في ده فلسه برضو مش ده اللي انا عايزه انا عايز اقف اقول موال كده واشعلل واولع وبتاع مش جايه معايا الموضوع سكه خالص. المهم في الاخر جيت قعدت مع صاحب الفرقه اتوبس واقول لك ايه انا مش جاي معايا موضوع الفرانكو عرب ده لا انت فرقتك عارفه تعزف فرانكو عرب ولا انا عارفه اغني عليها فرانكو عرب هغني ازاي؟ قال طب انت عايز ايه؟ احنا اربعه مطربين شعبي في الفرقه قلت له انت بتعمل معايا كده عشان تنوع يعني؟ وعايز اقول لك ان اساسا الفرانكو عرب ده يا جماعه عندنا اللي هو مثلا اللون بتاع عمرو دياب حمائي اللون ده بيحتاج مزيكا معينه زي الجيتارات زي الكوردات الكيبورد البيانو احيانا يشرقوا شويه يحطوا اكورديون احنا الفرقه كلها كانت عباره عن عزف اورج طبال كونتر باس دوهولا فرد الدف وبتاع درامز مش موجود اصلا مسافر يعني لا المزيكا دي هينفع تقول الغرب اللي احنا بنغنيه ولا انا هعرف اغني انا مش عايز اغني فرانكو عرب فهنجح فيه ازاي؟ فده كان الموضوع. حلقتنا انتهت. الموضوع معاك ممتع جدا حبيب. الحلقه كانت جميله جدا. بدعي لك ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله ومنتظرين المزيد منك. طبعا انا كنت سعيده معكم جدا اعزائي المشاهدين. دي اخر الفقرات بتاعتنا اخر فتره اخر فقره في برنامجنا. دمتم في رعايه الله وامنه.